11 الى 27 alternative conditional concessive sort clauses. alternative معناته اختيار، بس انتبه وياي اختيارين بس. alternative استبدالي او اختياري، معناته اختيارين، اكو choices الموضوع. conditional concessive clauses عبارات شرطيه متباينه، واضح؟ انتبه وياي. شو اسمها alternative conditional concessive clauses؟ شو يقول؟ the condition sorry whether or، يعني موجوده بالجمله اكو كلمه whether واكو or، ذني الاداتيه الموجوده بداخل الجمله، الجمله الظرفيه اذا لقيت بها ذني الثنيه اذا نقول هاي الجمله alternative، واضح؟ والالترنتيف عندنا نوع بها بس alternative conditional concession موجوده اللي هي اختيار بين اثنين، اوكي؟ ناخذ مثال whether they beat us or we beat them we will celebrate tonight. حل الجمله على كيفنا ونفهم شنو اللي بيها. whether they beat us or we beat them we will celebrate tonight. طب ويا طلع whether they beat us سواء هم هزمونا يعني فازوا علينا or we beat them او احنا فزنا عليهم we will celebrate tonight سوف نحتفل الليله. يعني جماعه بكل الحالتين هم محتفلين سواء خسروا او فازوا، واضح؟ هاي النوع من الجمل alternative conditional concessive clauses شو يقول عليها؟ يقول بيهن خيار يحدد الشرط، يعني خيار يتفق مع الشرط، واضح؟ وبين خيار اخر يتفق مع التباين بالجمله، الاختلاف بالجمله. نفسر على كيفنا، عرفوا هذا الكلام بالانجليزي بس ركزوا وياي. قلنا اذا موجودات whether or، اذا هاي راسا جت ببالك alternative، اذا اكو two choices، اذا alternative conditional concession clause. نجي على كيفنا نفسرها. ليش قال عليها conditional؟ ليش قال عليها concession؟ بها قلنا شرط يتفق مع جواب الشرط اللي ها. نجي جواب الشرط وين؟ we will celebrate tonight، راح الليل نحتفل. طبعا انت من تحتفل غير كون فايز، اذا يا جزء من الجمله يمثلها we beat them، واضح؟ we beat them احنا راح شنو ننتصر عليهم we will celebrate الى اخر جمله tonight. اذا شو يصير هنا؟ if we beat them we will celebrate tonight، اذا فزنا عليهم راح ننتصر. اذا هاي شنو هي؟ conditional clause. شفتوها؟ طلعنا conditional clause كجزء اول، شلون استدليت عليها؟ من خلال توافق الشرط مع جواب الشرط، يعني اللي هي الاف يكون وراها البوزيتيف، انت فزت. اذا بها بعد قال هي alternative بها راي اخر، الراي الاخر متناقض، اوكي؟ اذا هسه هي عباره طلعناها وحده conditional. عرفت لا؟ نجي العباره الثانيه شنو تقول؟ they beat us، طبعا هون ايش حذفت؟ حذفت الالترناتيفز ذني، لان جاي نحللها جاي نطلع الخيارين اللي بيها. سوري they beat us we will celebrate. الى هذه الجمله هم هزمونا يعني احنا خسرنا سوف نحتفل الليل. اذا الجمله بها تناقض وقلنا شكو تباين او اختلاف بالموضع يدلنا على شنو هذه؟ يدلنا على وجود concession اللي هو التباين بين الجمل. شو اعوضها؟ استخدم وياها although على الرغم من انهم هزمونا we will celebrate tonight سوف نحتفل الليل. اذا هاي جمله الكون سي جن، واضح طلاب؟
إذا هذا لاحظوا شو اسم الموضوع alternative conditional condition clauses، يعني هي الجملة اللي بيها خيارين، الخيار الأول يتفق مع الشرط اللي هو لاحظوا مع جواب الشرط اللي هو إنه سوف نحتفل، منو يتفق وياه؟ أنت ليش تحتفل؟ لأن فايز. وين بالضبط هذا الجزء؟ we beat them، إذا نتخذناها we beat them we will celebrate tonight اللي هي conditional اللي هي if، واضح؟ الثاني لا يتفق ماشي، أو خيار آخر اللي هو الكونسيزي بالمتباين، سوف نحتفل حتى لو هزمونا سوف نحتفل ماشي طلاب. إذا هسه حللنا الجملة عرفنا وين الكونديشنال وين الكونسيزي بيها. شو اسمه هذا النوع؟ تجيك الجملة هيك تجي مثل alternative conditional كونسيزي، تجي حلل التحليل مالت هذاك أو استخرج الكونديشنال بيها والكونسيزي، وهذا موجود واضح طلاب. شلون عوضنا؟ حذفنا الوذر وحذفنا الأور وعوضناهم بالادوات اللي تشمل الكونديشنال والكونسيزر. الامثله اللي بعدها نفس التحليل ما بيها شيء، نروح ل 11 الى 28 اخر شيء وراح اقطع وان شاء الله اكملكم الفيديوهات البقيه. Universal conditional concessive clauses ماشي. هسه احنا ايش لاحظنا بهاي الالترناتيف؟ موجود خيارين بس واضح. Universal conditional concessive clauses معناتها العبارات الشرطية المتباينة العامة، يعني بشكل عام، يعني مو خيار واحد، لا عدد غير محدد من الخيارات. يعني شو نستخدم حتى ما تنسون بالالترناتيف؟ كنت بديكم الأدوات هنا اثنين اللي هنا شنو؟ weather or. هسه باليونيفرسال 11 إلى 28 عندنا الأدوات اللي هنا whatever whoever، واضح طلاب؟ whatever whoever. ناخذ المثال طبعا مكتوب بالسطر الثاني اذا تلاحظون، بعد مكتوب ما مكتوب الادوات whatever whoever مكتوب indicates a free choice for among any number of conditions، عدد غير محدود من الشروط، يعني انت تختار كيفك، لذلك سميت universal. she looks pretty whatever she wears whatever she wears. تطلع حلوة شما تلبس، واضح؟ تطلع حلوة شما تلبس، واضح؟ طبعا أكيد مو بنات كلياتنا. المهم whatever she wears هنا اللي هي subordinate clothes اوكي، شنيجي شبيها انتبهوا وياي. whatever she wears يعني مهما كانت تلبس، ازرق احمر برتقالي ابقع، تلبس تنورة تلبس قميص تلبس جبة تلبس عباية، يعني عدد غير محدود من الخيارات، وهذا شو يطلق عليه؟ universal conditional concessive clauses. نجي بعدين اذا نشيل whatever نخلي مكانها if. If she wears مثلاً red, blue هذا إلى آخره نحدد لون، شو يصير؟ she looks pretty، الجملة متفق عليها، إذا بالconditional حقيقة الشرط. إذا نستخدم although أو though يعني اللي أدوات اللي موجودة even she wears even if she wears ما تلبس، يعني بالconcessive راح تبدو أيضاً جميلة، بما معنى إنه شنو هاي الجملة؟ concessive conditional clause من نوع universal. ليش universal؟ شلون نفرق بينه وبين alternative؟ هنا العدد غير محدد. الدلالة الثانية لأن الأدوات، واضح طلاب؟ هذا شيء بسيط، والجملة الثانية قاعد نشرحها على السريع. wherever you live you can keep a horse، يمكن أينما تعيش يمكنك أن تبقي حصانك. أوكي؟ معناته wherever you live مو مكان محدد، أين مكان تعيش. نوعها شنو هالجملة؟ universal conditional concessive، الشرط اللي هو conditional whatever أين تعيش. أوكي؟ الconcessive وينته؟ إنه ما له علاقة بالمكان، كل الأحوال أنت تقدر نوع المريخ هم تقدر تأخذ حصانك وياك، وينك حصان يعيش بالمريخ؟ على العموم ماشي. نقدر نعوض نضيف الجملة بصفحة 227 نستخدم أدوات إضافية اللي هنا no matter أو it doesn't matter. اوكي ومعطيكم المثال ما يحتاج له توضيح، اكملكم الفيديوهات ان شاء الله الجايه باقي الماده. وصلنا 11 الى 29، واعذروني، باي باي.